اهلا بحضراتكم من جديد. ده النجم الكبير الكابتن شمس حامد نجم الاهلي السابق في ضيافه الاهلي الليله. مساء الفل عليكم، نور الدنيا. مساء الخير يا كابتن ميدو، مساء الخير على كل الاهلاويه والمشاهدين بخير وعمل. ربنا يخليك. الله يخليك ويبارك لك. انا شفتك يعني اول لقاء بيني وبينك. الله، انا سعيد بك جدا. طبعا انت كنت لعيب هايل وبنشكر النادي الاهلي انه جابك. صحيح جابك في الاخر، لكن الحمد لله احسن حاجه عملتها في حياتي اني رحت النادي الاهلي. اكيد طبعا، ربنا يخليك. اكيد ربنا يخليك. طمنا عليك الاول، وطمن طبعا جميع الاهلاويه على الكابتن شمس حامد. فين هو؟ انا لسه راجع من السعوديه، ما فيش 3 اسابيع كنت ماسك فرقه هناك، والحمد لله كان من شروطي ان انا حج يعني، والحمد لله ربنا كرمني، ودي اسعد حاجه السنه دي عملتها ما شاء الله. ما فيش اسعد من كده يعني، الحجه السنه دي ان شاء الله الحمد لله يعني. وبعدين كان ليا موقف لطيف كده مع الدكتوره سحر، اتصلت بيا وانا في الشغل هناك، ما بقاليش شهر وشويه، وقالت لي ان منتخب مصر الكره الشاطئيه عايزك، لان انت الوحيد اللي عملت فيه نتيجه، وانت الوحيد اللي عملت اسم مصر في الشاطئيه، فمحتاجينك. بقينا على تواصل انا وهي، وبعدين في الاخر لقيت الدكتوره سحر بعد ما خلتني اقدم استقاله، وكانت حريصه ان انا لازم اعرف مرتبي قبل ما اجي، وانا اقول لها لا مش مهم المرتب ده، دي مصر يعني. ففي الاخر قالت لي اتكل على الله وقدم استقالتك، عشان طب محتاجين امتى؟ لا احنا محتاجينك بسرعه، لان احنا عندنا معسكر طالعين دبي بطوله القارات. اللي بطوله القارات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان مصر تدخل بيها، والعبد لله انا اللي مدخلهم بطوله القارات دي. فبعد ما اتكل على الله قدم استقالتك وتعالى، محتاجينك في موعد اقصى اسبوع. ربنا كرمني وقعدت مع رئيس النادي، ورئيس النادي طبعا الراجل كان متفاهم جدا، هو تقريبا اصغر مننا بفتره بسيطه كده، ومتعلم في مصر في جامعه عين شمس. فقال لي طبعا احنا ما مش اقل منكم حب في مصر، فموافق، والمفروض ان انا مقدم استقالتي، فالمفروض ان انا ارجع على حسابي. هو لا، الراجل تفضل مشكورا ورجعني على حساب النادي، ومتشكرين لمصر. اتصلت بالدكتوره وقلت لها الراجل وافق واستقالته، وتفضل مشكورا هو اللي قطع لي، وحاجي يوم الجمعه وادخل المعسكر يوم السبت، اتكل على الله ومستنيينك. بعدها ب 24 ساعه لقيت الدكتوره بتبلغني بتقول لي بلاش الاستقاله. ليه يا دكتوره؟ قالت لي لما يجي الاستاذ عمرو من بره. قلت لها طيب ما هو هيجي من بره، دي موضوع روتين يعني، انت المسؤول عن الكره الشاطئيه والخماسيه، وانت المسؤول كل الحاجات دي متسجله. فقالت لي معلش اصل احنا بن فاضل. قلت لها لا، الكلام ما كانش بن فاضل، الكلام تعالى اتكل على الله وقدم سألتك وتعالى والله. اه والله كل الكلام ده متسجل. فقالت لي معلش. بعد 24 ساعه او 48 ساعه من اللقاء بيني وبينها، لقيت ان في قرار صدر بتعيين اداري كوره الخماسي مدير فني الكره الشاطئيه. مين بقى؟ اعتقد اسمه الكابتن مصطفى لطفي. اداري، كان شغال في الوقت ده اداري لمنتخب مصر الكره الخماسي، بقى بقدره قادر مدير فني للكره الشاطئيه. طبعا قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله كلها ارزاق وكلها ظروف، والحمد لله انا راضي. واهم حاجه عندي ان انا حجيت، ودي كانت اسعد حاجه في حياتي السنه دي. ده امتى بالظبط يا كابتن؟ من 3 اسابيع، من شهر 3 اسابيع، لان انا جيت من 3 اسابيع. طبعا جيت خدت الانفلونزا الاسيويه دي، قعدت في البيت 10 ايام 12 يوم، والحمد لله ربنا عدى على خير. من تقريبا ثلاث اسابيع وخلاص كده. وخلاص مش عارف، ولازم الدكتوره تعرف ان انا مضحي بكتير يعني. هي لو تعرف انا مضحي بكام، ما اعرفش هي هتنام الليله ولا لا. هو مش حكايه بكام، هو اول مره اتكلم في الموضوع ده، وتقريبا هيبقى اخر مره. لا مش حكايه بكام، هو حكايه يعني ان انا هسيب شغل يعني مش من بلد لبلد. نعم، الموضوع بصراحه صعب. وبالحرف الواحد اتكل على الله، قدم استقالتك بسرعه عشان عندنا معسكر، عندنا دبي. لا، وموضوع برضو تعيين اداري ده برضو صعب. اداري هي مش غلطته اكيد، هو لكن طبعا مش دعوه الراجل يعني، اداري على راسي من فوق، مع احترامي ليه، مع احترامي الشديد يعني. طب ايه بس موضوع ده؟ الحمد لله، الحمد لله ان انا متقل انا في مصر، ان التعب ده جاني وانا موجود في مصر في وسط اهلي يعني. اكيد ربنا مقدرك ونعمه بالله أكيد طبعا يعني، أكيد طبعا حضرتك اقدر مني في حاجة دي، جاي من بلد جميله لسه برضو جاي، الحمد لله حالي وجاي. الحمد لله على السلامه. ان شاء الله ربنا يكتب لك الخير باذن الله. ان شاء الله، ما اكيد طبعا اكيد ده كله خير، وطبيعه التخبط اللي احنا فيه ده ربنا بقى أكيد يعني يتوب علينا منه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تعال نقول مبروك للمنتخب الاولمبي الاول. اه طبعا مبروك طبعا،
طبعا. وشفت الموضوع بشكل عام ازاي لغايه النهارده قبل المباراه النهائيه بكره ان شاء الله؟ طبعا اولا مبروك لمصر، ومحدش يزايد علينا في مصريتنا وحبنا لمصر واضطراب مصر وكل حاجه في مصر يعني. هو طبعا مبروك لمصر، لكن انا برضو يعني ليا تحفظ بسيط ان يعني الشكل ده والاداء ده لو رحنا اطلنطا لو رحنا طوكيو هيبقى عندنا شك، هيبقى مستوانا مش لطيف. تمام. واتمنى ان في الفتره اللي جايه الكابتن شوقي يركز على التاكتكس كتير، ويبقى في عنده اكتر من حلول من الناحيه اليمين، من الناحيه الشمال، من الوسط، الناس اللي جايه من تحت لقدام، الكرات العرضيه، الشوتينج، يعمل خلل في الديفنس عشان يلاقي مساحات في ظهر المدافعين. الكابتن شوقي لازم يشتغل على الكلام ده، لان الكلام ده ما كانش فيه موجود في الفتره اللي فاتت. نتائج المباريات الفتره اللي فاتت واداء اللعيبه الفتره اللي فاتت ما كانش بالشكل المنتظر. احنا يعني انا عايز اقول لك ان مصر كانت محتاجه الناس الكتيره اللي كانت في المدرج والجماهير اللي كانت في المدرج والجماهير اللي كانت ورا شاشات التلفزيون، كان لازم يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويرضيهم. فلكن انا اعتقد ان في مهمه كبيره الكابتن شوقي غريب لازم يخلوا باله منها يعني. حضرتك متحفظ بس على الاداء، لان معظم النتائج يا كابتن ميدو، انت طبعا انت سيدي العارفين، انت كابتننا، يعني لو على سبيل المثال الماتش الاخير ضربه الجزاء بتاعتنا لو ما اتحسبتش، وضربه الجزاء بتاعتهم لو اتحسبت بقت الموضوع كان صعب، هيبقى صعب جدا علينا. في ماتش برضو كنا خسرانين 2 والمدرب بتاع الفرقه الثانيه هو اللي ادانا الفرصه ان احنا نعمل الرومنتادا ونرجع، دي خطا مدرب غير عادي المدرب الفرقه دي. فانا بقول يعني لازم كابتن شوقي، طبعا راجل مدرب محترم خبراته كبيره البلاك جراوند بتاعه عالي، فانا اعتقد ان الكابتن شوقي في الفتره اللي جايه، وبعدين انا عايز اقول ابلغك ان احنا احسن جيل من احسن الاجيال اللي جت، زي الجيل اللي كان مع الكابتن حسام البدري في الاولمبي قبل كده وما عملش بيه حاجه، ده جيل هايل، لعيبه عاليه جدا، لعيبه تلعب في اي مكان، لعيبه عندها المرونه في التاكتكس، لعيبه قوه، لعيبه صغيره، لعيبه سرعه. لا انا اعتقد ان الجيل ده لازم يتعمل بيه حاجه. أكيد ان شاء الله. يعني معظم الاراء او معظم الضيوف المحترمه اللي استضفتها كانوا بيتكلموا في نفس الاطار بتاع حضرتك ده يا كابتن. ان الكابتن شوقي لازم هيقف بعد البطوله دي ان شاء الله. ربنا يكرمنا بكره، هنتكلم في الماتش بكره، نتكلم في قوته واحنا ممكن نستغله ازاي برضه ان شاء الله. ربنا يكرمنا بكره ونروح للبطوله باذن الله. اكيد هيبقى في وقفه جماعيه من الكل، بحيث ان احنا نروح فعلا اولمبياد طوكيو 2020 واحنا واقفين على ارض صلبه، ما نروحش زي ما رحنا كاس العالم. تمام. اللي هو التمثيل المشرف، زهقنا من مصر. زهقت صح. بص يا كابتن، هو عشان كده انا بقول للكابتن شوقي لازم يشتغل كويس قوي. انت هتلاقي الفتره اللي جايه اللعيبه المباريات الجايه اللي هي في طوكيو هتبقى لعيبه مستواها المتينالي عالي جدا. بالظبط. هيبقى التكتيك بتاعهم عالي جدا. بالزبط. التكنيك اللي هي الافراد، اللعيب نفسه هيلاعب لعيب اقوى واسرع وعنده مرونه في كل حاجه. فدي محتاجه حاجات تانية كتير. وصلنا لطوكيو، احنا وصلنا قبل كده اولمبيات، لكن الشكل انت وصلت اولمبيات بالكابتن شوقي برضو وخدت ثالث، فما اعتقدش ان انت تروح تاخد اقل من كده. تمثيل المشرف ده مرحله عدت يعني من زمان، من 20 سنه. فانت الانجاز اللي تعمله مش انك توصل طوكيو، لا، الانجاز انك ما تاخدش تالت. ما انت خدت تالت، وصلنا اتلانتا وخدنا تالت، فلازم في الارجنتين وخدنا تالت، فلازم نعمل اي ناخد نلعب على الاول والثاني السنه دي ان شاء الله، او يبقى عندنا نقول ان احنا عندنا منتخب ان شاء الله يعني بشكل مشرف يعني. بالزبط. شكلك ويبقى كويس. بالظبط. يعني إن شاء الله. ممكن نروح زي ما رحنا روسيا واحنا رايحين، احنا كمصريين او بعض المصريين كانوا بيفكروا ان احنا ممكن نوصل فاينل على فكره، مش عارف في روسيا. على فكره انت عارف بقى المشجع لما بيعيش الاجواء. احنا اللي عايشناها. بالظبط. احنا اللي عايشناها. الصدمه كانت كبيره جدا. الاستديوهات والناس اللي هي بتطبل كتير هي اللي عايشه الناس في الوهم ده، لكن الشكل وصلنا بشكل ضربه جزاء في الاخر يعني، برضو محمد الكابتن محمد صلاح هو اللي وصلنا بيها. لكن الشكل طبعا الاداء الاداري غير مجدي بالمره. لا، الموضوع كان فارض جدا كان من صعب. اول يوم يعني الموضوع كان صعب، كانش ينفع. مع اننا كسبنا 3 ماتشات
لكن انا مع الظاهره الصحيه اللي بتتكلم فيها، احنا لازم نقف ولازم نشوف احنا رايحين فين، هنلاعب مين، وهنلاعب تاكتكس، وهنلاعب افكار، وهنلاعب مساحات، وهنلاعب موضوع كبير جدا جدا، لازم نكون على قد المستوى ده. انا بتفق معاك يعني جامد جدا، لازم يبقى في وقفه. طب مباراه بكره شايفها ازاي؟ هو انا لا اخفى عليك سرا برضو اني انا متحفز على المستوى الفني لكل البطوله. يعني انا شايف ان المستويات الفنيه مش قويه. يعني الفرقه اللي احنا كسبناها الاخيره دي جنوب افريقيا هي فرقه بتلعب كويس قوي تحت وفي نص الملعب، لكن في الثلث الاخير الهجومي بتاعها ضعيفه جدا. يعني كانت بتروح هجمه اتنين في الشوط على استحياء. لو الامور الفنيه كويسه في البطوله دي كانوا راحوا علينا كتير، يعني ماسكين الملعب تحت، مش عارفين نعمل حاجه، ماسكين الملعب في نص الملعب، ماسكينه بطريقه قريبين جدا. وانا قلت الحمد لله، انا اسف انا بقاطعك، انا قلت الحمد لله هم حافظين مش فاهمين بالظبط كده. الحته الاخيره بقى دي كانت مفقوده عندهم، مع ان كان عندهم لعبه كويسه قوي يعملوها. فدي انا برضو، فانا عايز اقول ان انت هتروح لمستوى اعلى من كده بكتير بكتير، يعني فلازم نبقى على قد المسؤوليه ان شاء الله. شايف إن شاء الله. يعني أهم السلبيات في الأداء الفترة اللي فاتت أو المباراة اللي فاتت اللي لفت نظرك قوي؟ الناحية الدفاعية عندنا سيئة جدا، وتشوف أنت النتائج، أنت بتكسب 3-2، بتكسب 2-1، في بيدخل فيك جوان كتير، لازم تقف برضو. لازم في الشغل يا كابتن وأنت سيدي العارفين برضو أن في حاجة اسمها دفاع جماعي ودفاع فردي. تمام. إيه ازاي الفردي اللي هو التكنيك، اللعيب نفسه بيعرف يقف في مكانه، بيعرف يغطي، بيعرف يطلع امتى، يرجع امتى، ازاي يعرف يعمل سلايدنج وياخد الكوره، وازاي يعرف بس يحجز على الراجل، ازاي يعرف يطلع الراجل بره ما يدخلوش جوه. دي كلها حاجات فرديه اتعلمها هو من صغره. والشغل الجماعي بقى ازاي بندافع ثلاثه مع بعض، ازاي بندافع اثنين مع بعض، ازاي بندافع سته مع بعض، دي كلها امور لازم ناخد بالنا منها. طبعا احنا دي من الحاجات السلبيه جدا في الموضوع في الدوره بالنسبه لفرقتنا. يعني ده النقاط السلبيه في دي نقطه سلبيه جدا جدا. الحاجات دي كلها مع فرق افريقيا مع المستوى المتدني زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، وكانوا بيجيبوا فينا جوان. لما تطلع بقى بالحاجات بالسلبيات دي مع في طوكيو مع فرق عاليه جدا هتبقى صعبه. طب سهله تداركها ولا طبعا طبعا طبعا. ما زي ما احنا هنعمل تاكتكس خلينا نجيب جوان من اي حته في الملعب، برضه لازم نعمل التاكتكس الدفاعي. طيب كوت ديفوار تحديدا شايفها ازاي؟ فرقه كويسه وقويه وعندها افراد عاليين جدا، وبرضو زي ما قلت لك الشغل الجماعي بتاعها مش قوي قوي، لكن الى حد ما من احسن الفرق اللي موجوده في البطوله. من احسن الفرق. ايوه. هل ممكن هم يشوفوا منتخب مصر يعني او يتعلموا ايه اللي حصل مع منتخب مصر مع الفرق اللي لعبوها؟ اكيد. ويستفيدوا بكده؟ اكيد. اذا ما كانش الراجل ده اللي ماسك منتخبهم ده شاف مصر مره واثنين وثلاثه في كل الماتشات، وقعد مع اللعيبه واتكلم معاهم وشاف نقط ضعفنا ونقط هجومنا، وشاف القوه عندنا فين والضعف عندنا فين، يبقى راجل بيهرج يعني. الدوافع الحماسيه عندنا كانت ليها عامل ايجابي في البطوله؟ اكيد اكيد. الميزه برضو في الكابتن شوقي، خليني اقول برضو عن الميزه في منتخبنا الاولاني، ان الكابتن شوقي قدر يوصل في قلوب الاولاد. يعني الكابتن زي ما انا بشوف الولد يروح يجيب جون يرجع الكابتن شوقي يحضنه، الصبح يروح يجيب جون يرجع الكابتن شوقي يحضنه، الكابتن شوقي بياخد العيال في حضنه واحيانا يوصل لدرجه البكاء. لكن دي وصل خلت العيال يعني بالاضافه ان الروح عاليه جدا، دي كانت بتخلي الولاد يعملوا اكتر من مستواهم واكتر من المطلوب او على المستوى بالظبط كده. ده افتقدناها في المنتخب الكبير. الكابتن حسام ما قدرش يوصل بالولاد حتى يلعبوا له. لا اكلمك في المنتخب الكبير. فدي مهمه جدا، دي حاجه كويسه في الكابتن شوقي. طبعا دي على فكره من دي سمات المدرب، انه ازاي يوصل الولد ان هو ممكن يلعب في وقت من الوقت عشانه. تمام. الكابتن جار الله يرحمه طبعا علمها له زكي. اكيد علمها له طبعا، مطلوبه جدا طبعا. الكابتن جاري طبعا من ضمن الحاجات اللي اتعلمناها منه ازاي احبه، تحبه وتحترمه وتخاف منه. بالظبط بالظبط. ودي بتبقى عايزه شخصيه زي طبعًا. مانويل جوزيه كده، كنت تحبه وتخاف منه في نفس الوقت. يعني كابتن مانويل جوزيه حاجه عظيمه جدا. يعني احنا عشرناه كان شخصيه. انت عشرته وانا ما عشرتوش. لا احنا عشرناه كان شخصيه برضو من اللي انت بتتكلم عليه. اكيد اكيد. النتائج اللي عملها يبص لك انت تبقى قلقان، ويبص لك ممكن تروح يعني
ياخدك في حضنه يعني زي بقى محتاج شخصيه مميزه. طبعا طبعا ما هي دي اصل هي بتبقى حاجه وعكسها بالظبط كده، او بعدين بتبقى فاصل شعره بسيطه بالظبط، ازاي يحبني ويحترمني ويخاف مني بالزبط. دي مهمه جدا بالزبط. فبتبقى مش في اي حد بالزبط. دي بتبقى حاجه من يعني ربنا سبحانه وتعالى حاططها كده في القواعد يعني. غير الحته الحماسيه ايه النقاط الايجابيه اللي انت حاططها عليها في المنتخب اللي مطمناك؟ الاولمبي اولا الروح، تاني حاجه قدرات اللعيبه وامكانيات اللعيبه. احنا كمدربين دايما بنقول ان المستطيل الاخضر او شخصيا بتاع المستطيل الاخضر بيبقى 30 او 40% بالكثير قوي من المنظومه. الاختيار اللعيبه ده من اهم حاجه، يعني لو قلنا المنظومه من 10 يبقى اللعيبه 5 تمام. اللعيبه لو كويسين يبقى انت خدت 5 اداره على مدرب على حماس على جمهور تاخد 5، لو خدت 2-3 منهم يبقى انت 8-10 كسرت الدنيا. طب ما هو المدرب من ضمن الخمسه اللي باقيين، يعني اداره على مدرب على من ضمن الخمسه، يعني مدي اللعيبه اقوى من المدرب. طبعا اللعيب الكويس اللي بيخلي يطلع فكر المدرب، اللعيب اللي مش كويس لو المدرب هري راح يعمل ايه؟ طب احنا كان عندنا اللعيبه هي في الاهلي مع مدربين، مش هنقول يعني مش لازم نقول اسماء. بص لما شفنا فايلر كان اللعيبه بشكل طبعا شكل تاني خالص. بص انا هقول لحضرتك حاجه، ايه المعدل؟ لا ما هو انا بقول لحضرتك اهو، اللعيبه الكويسين بينفذوا فكرك تمام. اللعيبه الكويسين انت بقى كمدرب ما عندكش فكر يبقى انت خلاص انت فقدت الخمسه، يبقى انت الخمسه اللي عندك فقدتهم. فهو اللعيبه والمدرب مهم جدا، اللعيبه يبقى مستوى عالي، اللعيبه جدا تفرق كتير تمام. قوي تمام. وممكن اللعيبه تديك مباراه ومدرب بس مباراه اتنين مش كتير قوي يعني. وبرده مش عايزك تروح بعيد برضو، ان اللعيبه عندنا في النادي الاهلي اي مدرب سواء كان مستواه قل او وحش او ما كانش موفق كان بياخد بطوله او اتنين في السنه. لا انا بكلمك كابتن ايه في ان انت تشوف اللعيب ازاي، يعني احنا كنا شايفين رمضان ما اتغيرش، حسين الشحات فين؟ جونر اجايل مش عارف ايه، الجماهير كانت بدات تقول يا جماعه ايه فين اللعيبه؟ لما جه فايلر لا شفنا اللعيبه بشكل ثاني خالص. انا عايز اقول لحضرتك برضو حسين الشحات لما جه احنا بايزاوي يعني احنا ما صبرناش مثلا على سبيل المثال. احنا هو ما صبرش على حسين الشحات كان بيلعب ايام اسمه اللي قبل فايلر. مش مشكله ايا كان بيلعب ناحيه اليمين كان دي حاجه يعني وكان بيلعب قد ايه؟ كان بيلعب شوط، كان بيلعب نص شوط، كان بيلعب مباراه ويطلع، ما كانش بيثبته يعني. انت شوف مانويل جوزيه فلافيو سنه وشويه ما كانش ما جاب جون بقفاه بالظبط، وفضل صابر عليه ويديله لغايه لما بقى فلافيو يعملها كده جون، يعملها كده جون، يعملها كده جون. هو ما صبرش على حسين الشحات برضه. من ضمن الحاجات في مدربين ويبقى مدرب كويس قوي، وفي مدرب يبقى كوتش تمام، وفي ربنا بقى بيكرمك بقى ده تبقى مدرب وكوتش، ده حاجه كويسه قوي يعني. هو في المدرب يقدر يصنع لعيب ويصنع نجم، وفي مدرب ما يعرفش. احنا كان عندنا في مدرب كويس قوي وما خد بطوله واحده بس ومشي، لكن هو مش كوتش تمام. فدي امور كويسه يعني، دي امور مهمه جدا يعني. قصدك على جريدو مثلا كان مدرب كويس قوي لكن ما كانش كوتش تمام، وخد بطوله برضه كان حد تاني بالظبط كده تمام. فهو ويجي لك ممكن يجي لك زي مانويل جوزيه كوتش ده كان هو ما كانش مدرب يعني. وبعدين يعني اسمه الكوتش سهل يجيب مدرب معاه، لكن صعب تلاقي كوتش. صعب بالظبط كده بالظبط. انا يجيب مدرب ويجيب بتاع احمال ويجيب 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 ويجيب، بس الكوتش دي موهبه سبحانه وتعالى. ما هو الكوتش اللي هيجيب موهبه سبحانه وتعالى بالظبط كده، موهبه مختلفه خالص طبعا. طب خلينا نقيس، ولا خلينا نتكلم الاول على المنتاليتي اللي حضرتك بتقول عليها مع المنتخب الاولمبي والكابتن شوقي غريب، ازاي اختارهم وازاي يعني اختار 11 لعيب مع روحهم العاليه جدا. مع رمضان شفناه قائد، اول مره احنا نشوفه كاهلاويه قائد. طب هنروح بس المنتخب الاول بسرعه ونرجع للمنتخب الاولمبي تاني. اتفضل. يعني القياس ايه؟ مين المفروض يبقى المنتاليتي بتاعته اعلى؟ بص انا كنت انا بدرب في سنه في من السنين في نادي الجزيره في ابو ظبي تمام، وبعدين نادي الجزيره يعني من الانديه المحترمه في الخليج كله تمام. كان دايما بيجيب للمدربين اولا كان يعني لما تيجي تروح تقول له انا عايز اعمل دوره، فكان بيشاركك في الدوره، يدفع لك فلوس الدوره، يدي لك التذكره والاقامه، فكان دايما بيشارك. وفي الوقت نفسه كان بيجيب ناس تحضر لنا، من ضمنهم كان جاي كارلوس البرتو بيريرا 3 كاس عالم طبعا،
كان دايما بيجابه بيحضر لنا مره، كان بيجيب ناس كتير يعني. فبعد ما خلص المحاضره في الاسئله مفتوحه، فانا بسال سؤال يعني انت بتبقى جاي التكتيك عندك وتحطه وبعدين تختار الناس عليه، ولا انت بتختار، ولا انت بتشوف الناس وبتحط عليها التكتيك؟ فهو سأل سؤال مهم جدا. انا من المدربين المحظوظين ان انا عندي قماشه كبيره جدا، عنده اكتر من 120 الف ل 200 الف، 120 الف 150 الف محترف برازيلي، 120 150 الف، انت عندك 4 5 6 بتقول يا ما هنا يا ما هنا. فانا محظوظ جدا، فانا اي حاجه احلم بيها اعملها هتتعمل. جميل بالظبط. فانت عندك برضو هنا القماشه، هل احنا عايزين نعرف حسام البدري؟ بس خلينا اقف عند النقطه دي يا كابتن. او لو انت مدرب مبدع بقى هتعمل اللي انت عايزه مع القماشه. بالظبط كده، مش كده؟ بالظبط زي ما بيعمل جوارديولا كده. تمام تمام تمام. فانت عايز بقى ايه؟ هنا نيجي هنا بقى للمنتخب الاول. المنتخب الاول، قبل ما اكلمك على المنتخب الاول، انا ليا تحفظ على الاتحاد او الناس اللي بتدير الاتحاد. سيادة الرئيس، واضح الدولة ان هي بتقول لك وطني. طيب انت ايه اللي اخرك شهر ونص؟ ما اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي قوي. طبعا خسته لي الكلام. بالظبط. طيب فعلا حاجه مش مفهوم، شهر ونص بتختار مدرب ليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، وانت عندك اساسا هم معدودين على الصوابع، يعني الموضوع مش كبير. بالظبط دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان الصراحه يعني. بالظبط. حتى تمام، مع احترامي الشديد للكابتن حسام البدري، ليه حسام البدري؟ اشمعنى حسام البدري؟ ما احنا كان عندنا تجارب الكابتن حسام، ادي ناس تانية، شباب تاني يعني. عندك حسام حسن، عندك إيهاب جلال، عندك الكابتن مختار، دول ناس يعني بيغزلوا برجل حمار، سوري يعني في اللفظ، زي ما بقول عندك يعني عملوا من الفسيخ شربات. فرقة بتقع كل سنة، حسام حسن طلعها، بقت متنافس على الرابع ودخلت، خدت، راحت افريقيا. نفس الكلام الكابتن ايهاب جلال مع المقصه ومع المصري دلوقتي. يعني مش يعني ما تدي فرصه، ما ندي فرصه لحد تاني. اتكلمنا والله. ليه ما نديش فرصه لحد تاني؟ اتكلمنا. ليه ما نديش فكر تاني، شخصيه تانيه؟ فدي رقم واحد. انا من تحفظاتي على ان خلي بالك اتكلمنا، هم كانوا ادوا لايهاب جلال خلاص. وبعدين؟ بس ايهاب جلال عايز جهاز ينجحه، انا عايز جهاز ينجحني. طيب ايه المشكله؟ لا احنا عايزين اسماء. فقال لهم لا شكرا. اسماء منين؟ هما جابوا مين بقى الاسماء؟ هما حسب ما انا مش عارف بقى مين بصراحه اللي راح مع الكابتن حسام. انا والله ما عارف من اللي راح. انا مش هقول. لا هما مع احترامي، مع احترامي مع احترامي لكلهم يعني. كلهم يعني يعني في برضو يعني، ما هو حسام خدوا حسام بالجهاز بتاعه وهم اللي معينينه، وهو حسام اللي قال كل الجهاز ده حسام اللي واخده. لا انا كنت الا طارق مصطفى. انا كنت فاهم كده الا طارق مصطفى. لا وفي حد كمان لسه قالوا لي في الايد، بس انا حلفت بقى بالله ما اقول. طيب عن اثنين، هو خد اثنين وجاب واحد من واثنين من الاتحاد اللي جابهم. انا قصدي يا كابتن ايه يعني، لو قالوا يا كابتن شمس تعالى احنا عايزينك تدرب نادي كذا او منتخب كذا، انت بقى عايز تروح عشان حبا في التدريب، وان انا ارجع كابتن شمس حامد، وانا اسف يعني انا بقول حاجه مش حقيقه. لا انا هنجح بدول طبعا، فخلينا اشتغل بدول. لا احنا خد دول، ما فيش كده الموضوع. بص يا ريس يعني خلينا نقول عندك مبرر لما لا قدر الله فشلت، هتقول اصل انتوا فرضتوا عليا. اصل انتوا فرضتوا عليا. لا يا باشا، لا هو احترم نفسي انا. ما اجيش زي ما ايهاب جلال عمل. بالظبط، احترم نفسه بصراحه يعني. اولا انت حطيتني في موقف سيء جدا، ان انا ضيقت عليا المساحه الزمنيه يعني، ما بقاش عندي الوقت ان انا اقدر اعمل اي حاجه. وقبلت. تاني حاجه، عينوا لك ناس عشان تبقى شمع بقى انت، ده معنى متعين لي ناس. اطلع قول ان انا جيت في وقت ضيق ومحدش يطلب مني حاجه في المرحله اللي جايه من الماتشين دول، محدش يطلب مني حاجه، وبعد ما اقعد سنه، لان التصفيات بعد سنه في اغسطس اللي جاي، بعد سنه يبقى انت اطلب مني. اطلع قول هم وافقوا على الكلام ده يا مرحب، ما وافقوش على الكلام ده يبقى انت. هو الطبيعي يا كابتن شمس برضو، الطبيعي اللي مش اللي ما بتعملش هنا خالص في مصر، ان انا كاي مدرب ايا كان يا جماعه، مش كابتن حسام بدري بس او مدرب بس، ان انا لما اروح ببقى معايا مشروع، معايا يعني استراتيجيه. طبعا انا مثلا توليت منتخب مصر في 4 سنين 3 سنين، انا هعمل كذا كذا كذا، ورق مكتوب المفروض. طبيعي طبعاً. ولا مش طبعا طبيعي. طبعا طالما وقع عليك الاختيار يعني، في نفس السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه. اتفضل. في نفس الكلام،
انت مطلوب في الحته دي، يبقى انا قبل ما اروح الحته ديت انا عندي البروجرام، عندي يعني تو بلان، لونج وشورت. بالظبط. يعني انا عندي ماتشين. بالظبط. دي الشورت بلان، بس يبقى في بلان. بالظبط طبعا، ده اللي بتكلم. بص، في مثل انجليزي بيقول، هو فيما معناه يعني، اذا انت تخطط عشان تنجح، لو ما خططتش يبقى انت خططت للفشل. تمام. يعني انت لازم تخطط عشان تنجح. تمام. لو ما خططتش عشان تنجح يبقى انت خططت للتفشل. بالظبط. فهو لازم يكون عنده بلان، ولازم يكون عنده تو بلان، اي وبي، واحد او قصير وطويل. فلازم يكون عنده الكومبليتد بلان. فلازم يكون عنده ماتشين، فلازم، وخلاص هو دلوقتي بقى له شهر، وعنده بعد سنه، فلازم يظبط للسنه. دي كلها امور مهمه جدا، اكيد المفروض الكابتن حسام بخبره. فاحنا نرجع نقول اختيار حسام، اتنين التوقيت اللي جه في حسام ضيق جدا ليه، ثلاثة اللي هو ان احنا شايفين ان ما فيش اي خطة اتعملت عشان منتخب مصر ينجح في الماتشين السهلين جون ده، وما كانش الماتشين دول اسهل ماتشين. يعني هكلمك في منتخب مصر، لان احنا لازم نتكلم فيه بصراحة باستفاضة، وانا بقى يعني اول مرة اتكلم مع حضرتك، وحضرتك يعني بتتكلم بصراحة جدا، وده الطبيعي بصراحة، ده اللي انا بحبه، ان احنا بنتكلم في المصلحة العامة. لكن خلينا نروح للكابتن شوقي غريب تاني، ارجع له تاني. اتفضل. هيعمل ايه بكرة؟ بيفكر ازاي؟ هل هو عارف عمل خلاص، هو عمل المطلوب ان انا اروح طوكيو؟ أيوة. لكن الطموح عندنا كمصريين زاد ان احنا ناخد البطوله بقى، نبقى يعني اول منتخب عربي كمان خد بطوله، ممكن كمان نعمل اداء حلو قوي يخلينا ان احنا نقلل نبره ان احنا لازم نقعد، مع ان احنا لازم نقعد بعد البطوله نقيم نفسنا زي ما حضرتك قلت. تمام. فيفكر بكره ازاي في الماتش؟ بص، الماتش يعني الماتش بتاع بكره اسهل ماتش بالنسبه للماتشات اللي فاتت، مش عشان هيلعب فرقه سهله، لا، ده هيلعب فرقه من احسن الفرق اللي هيتلعب. جميل. لكن سهل، في بعض الضغوط اتشالت، انك توصل خلاص انت وصلت. كمان ده معظم الضغوط. بالظبط. يعني 90% منها خلاص اتشال. انك توصل طوكيو، خلاص انت وصلت طوكيو، عايزك بقى تلعب وتوريني وتمتعنا. الماتش تكسبه وتخسره وهو ما فيش اي مشكله، لكن عايزين نشوف كوره بقى، وعايزين نتمتع، عايزين نشوف الشغل. الكابتن شوقي في النهايه مباراه قال انا بقول اهوت، احنا عاملين شغل، مش فلان يستلم من جوه وفلان يستلم من بره، احنا شفنا حد استلم من جوه، شفنا حد استلم من بره. هو انا ما شفتش غير ربنا سبحانه وتعالى كرمه رمضان صبحي وعبد الرحمن حمدي، يعني عبد الرحمن حمدي والجون بتاع الفرقه الثانيه، هم دول اللي ادونا المباراه. عبد الرحمن مجدي ورمضان، هم دول اللي ادونا، هم دول اللي كانوا بيعملوا الشغل، وهم دول اللي كانوا بيلعبوا في الملعب، ما كانش حد تاني بيلعب يعني. ومصطفى بمهاراته، مصطفى طبعا، اللي انا بتكلم على الماتش ده، انا بتكلم على الماتش الاخير. أوكي. لكن مصطفى طبعا هو وصلنا له. مصطفى هداف. تمام. مولود هداف مصطفى. تمام. ربنا يكرمه ان شاء الله يا رب. فاحنا عايزين بقى نشوف بكره مرتاح، ما عندكش ضغوط، وصلت خلاص، بتتمتعنا بقى، خدنا البطوله ما خدناش البطوله، ما يعني شيء، يعني مش 100% قوي، عايز اخد البطوله بقى بشكل جمالي، بكوره، بتكتيك، بالناس اللي بتطلع بره وبتدخل، زي ما انت بتقول انا ما شفتش حاجه، عايز اشوفها الماتش اللي جاي. واتمنى ان هو يبقى مباراه عشان الناس تفرح، واحنا كلنا نفرح يعني. الكابتن شوقي بيتاثر شويه بالمناخ الخارجي. طب ده صح ولا غلط؟ غلط جدا. طب يعني المفروض المدرب، خلينا نتكلم برضو في العموم كده، زي ما احنا بنتكلم كده، هو برضو يعني انسان اكيد، ودلوقتي حضرتك عارف السوشيال ميديا، معنا على التليفون بتدخل غصب عنك هتدخل. تمام. وهو المفروض الكابتن شوقي، المفروض ان انا مدرب منتخب يعني اولمبي، شخصيتي المفروض ان انا اواجه. تمام. ليه بتاثر؟ هي بتختلف يا كابتن ميدو من واحد للتاني. في واحد بيقدر او لعيبه النادي الاهلي، ليه مش اي حد يلعب في النادي الاهلي؟ لان الكواليتي بتاع لعيب النادي الاهلي لازم يختلف عن اي كواليتي تاني. جدا. اولا لعيب النادي الاهلي ضغط ضغط جامد جدا، لازم ده بتاع بطوله. بالظبط. ماتشاته لازم يكون احسن واحد في الماتش، عشان عنده فيه 30 لعيب ممكن يلعبوا مكانه. بالظبط. ازاي يبقى مبدع وشايل كل الحاجات دي كلها على كتافه؟ فدي تبقى فرق. اللعيب الكواليتي من النادي الاهلي ليه طعم تاني. انت برضو مدرب منتخب، تمام، لازم يبقى عندك صح، حاسس بالضغط وحاسس بالناس، بس لحد ما ما يأثرش عليك. مش اول ما تجيب جون التعادل تعيط وبتاع وتبقى منهار وبتاع، ده هو يعني ممكن من كميه الضغوطات اللي انت مش قادر تشيلها. صعب. صعب. انت مدرب منتخب مصر. فانت صحيح مضغوط،
لكن مش للدرجه دي ان انا اتعادل مع فرقه كانت تعبانه وابتدي في الانهيار ده. فان شاء الله ربنا يكرمه. هو دلوقتي ممكن يكون الضغوطات خلاص اتشالت من عليه، ممكن يكون شغله احسن، ممكن يكون الحذر اللي كان عامله زياده في الدفاع والزياده في اللعيبه اللي بتلعب مدافعين شويه هيتشال، يفكر بقى انه يلعبني جمالي، يلعبني قدام، يهاجم بقى على طول، ما يبقاش عنده ردة فعل، لا يبقى هو الفعل نفسه. اتمنى في الماتش اللي جاي اشوفه كده ان شاء الله. متفائل بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله متفائل ان شاء الله ان شاء الله. كم لعيب ممكن ترشحهم للاحتراف من غير ذكر اسماء عشان بكره كلكم ده متفائل ان شاء الله؟ انا عندي 5 5 لعيب. يلعبوا فين؟ في اي دوريات؟ 5 يلعبوا في بلجيكا، يلعبوا في سويسرا، يلعبوا في حد يلعب في الدوري الانجليزي؟ لا ما يعني لا يعني ممكن ينضجوا سنة ولا 2 كمان ممكن. ايه اللي بيأثر سلبيا في شخصية اللاعب المصري يا كابتن شمس؟ الكالتشر. ثقافتنا. تمام. ثقافه يعني احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نربي محترف من الصغر. للاسف يعني اللعيب مظلوم. طبعا طبعا ما لقاش حد يديله الثقافه. طبعا طبعا. بص يا كابتن ميدو، انت السيد العارفين انت السيد العارفين يا كابتن ميدو في الهدف كره القدم حاجتين اتنين، تاكتيك وتكنيك. التاكتكس اللي هو الخطه، واي ما اي كره بين اتنين او يعني اقل حاجه اتنين 3 4 5 6 بتبقى تكتيك. تمام. شكل طريقه اللعب الزون 3 4 5 ده كله في التكتكس. تيجي النمره 2 والنص الثاني المهم والمكمل التكنيك. التكنيك اللي هو اداء اللعيب نفسه. انا مش هبقى جاهبز مدرب جاهبز واقول لميدو خد الكوره وقوم عاملها بوش رجلك اوفر كده لفلان هيجي ياخدها، لا انت عارف تعملها اوفر ولا الثاني عارف يعملها بالعيد. تمام. فلازم الاثنين يبقوا كويسين جدا. فاللعيب عندنا في مصر بيتظلم مرحله التكتيك التكنيك في الصغر، تعليم الولد في الصغر. احنا عندنا لعيبه بتلعب درجه اولى ممتازه ما بتعرفش تباصي. ما بتعرفش تباصي يعني كده، لا الباصه يعني الباصه يعني تحت ضغط خصم، الباصه اللونج الطويله، الباصه للراجل اللي في وسط 3، الباصه مع واحد بيخبط فيا في كتفي، بعمل الاوفر برضه مع واحد بيخبط فيا في كتفي، بفوت الواحد على واحد. الواحد على واحد دي مهمه جدا، اللي هي الوان اجينس وان دي مهمه جدا في التكنيك. فدي اللعيبه عندنا بما فيها الثقافه، ازاي بقى ينام امتى ويصحى امتى وياكل ازاي وياكل ايه. الثقافه دي فيلم كبير قوي. طبعا فيلم كبير قوي. الكالتشر بتاعنا. طيب محتاج حاجات كتير. فسر لي بايه ان انا كمثلا اي نادي، مش هقول نادي اهلي او زمالك او انبي او مقاولين، اللي هو بيروح لهم براعم بتشوفهم بتبقى مبهور، ايه ده شوف ده مولود لعيب كوره وبعد كده ما بتشوفوش. ما هي بيعرف يباصي يعني، هو جاي لك بيعرف يباصي وبيعرف يرقص وبيعرف يشوط، ولا هو جاي لك موهوب. دي موهوب بالظبط، انت بتبوظها. ايوه. هنا بقى ارجع اقول دايما بطالب بيها، دايما دايما لازم اثقف مدرب الكوره الناشئين. جميل. مع احترامي للكابتن ميدو، كابتن ميدو بطل النهارده، نجم النادي الاهلي واحسن لعيب وهداف والى اخره، وبعدين يبطل النهارده اجي امسكه لعيب، امسكه عيل صغير. جميل. ميدو هيدي ايه للولد؟ ميدو اخر حاجه واخدها اخر 10 سنين ايه؟ خبرته كلاعب كبير، ما ينفعش يديها للولد الصغير، الولد الصغير حاجه ثانيه. جميل. مطلق. عشان كده في اوروبا الخبره هم اللي بيمسكوا قطاع الناشئين، الخبره. بالظبط. اللعيب انا ممكن ابطل النهارده ميدو امسكك الفريق الاول منتخب مصر، لكن ما مسكش ناشئ ابدا. بالظبط بالظبط. الناشئ محتاج خبره، لازم واحد ازاي يعلمه يجري بالكوره، ازاي يعلمه يباصي وهو بيجري، ازاي يعلمه يشوط وهو بيجري، ازاي يعلمه واحد على واحد اديله اكتر من 50 حل في الواحد على واحد. بالظبط. ازاي كل الحاجات دي. فالولد بيجي ربنا سبحانه وتعالى مديله موهبه، انا باجي عشان انا مش دارس، مش عارف اي حاجه، بقوم بعمل له ايه؟ بخليه يجري، وده ما غلط. الولد الصغير ما يجريش، ما يلفش الملعب. الولد الصغير بياخدها بالكوره، يعني بياخدها برضه باكج على بعضيها، يجري ويرقص ويشوط، ده كله في التمرين، وكل التمرينات دي موجوده. بالظبط، كل التمرينات دي موجوده. للاسف احنا بنعلم الولاد يعني ما بحدش بيعلم مكسبه، ما حدش بيعلم لا المكسب والخساره. دي برضه من ازاي دي برضه شكلكم ايه، مفيش الكلام. دي رقم 2 من السيئات.
طبعا. وكمان على اتحاد الكوره اللي عمله الكابتن المدير الفني لاتحاد الكوره انه عمل الاكاديميات دخلها تحت مظله الاتحاد وعمل لهم شغل، يعني عمل لهم مكسب وخساره، مع ان المكسب والخساره المفروض الواد من 13 14 سنه بالظبط، لكن مش ده 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 علمه بقى. لكن انا دخلته كلها عشان فلوس بس، لان الاكاديميات بتدفع فلوس للاتحاد عشان ينظم البتاع دي، لكن هي ما هياش صح. الاكاديميات هو لازم يسيطر على الاكاديميات، ان ما فيش حد يمسك اكاديميه ما يكونش دارس، لازم يكون معاه السي والبي والاي، لازم يكون معاه دارس ويكون دارس قطاع ناشئين بس، لكن ناشئين بس. وفي حد بيبقى ناجح في الناشئين بس، يعني انا اتذكر الكابتن علي خليل ربنا يديله الصحه، الكابتن بدر حامد، الكابتن علي يونس، من احسن الناس اللي بيشتغلوا في الناشئين وشغالين ناشئين على طول بالظبط، يعني مش ناشئ وبعدين يسيب الفرقه ويمسك فريق، اول لا شغالين ناشئين على طول، عاملين انجازات. الكابتن علي عامل انجازات في ما تتسماش قطر، وبدر اخويا عامل وبدر رجب طبعا. والكابتن بدر رجب طبعا. وطلع لعيبه كتير بدر رجب، الحمد لله ان انا ما نسيتوش. فدي كلها امور مهمه جدا، لازم تثقف مدرب الكوره لقطاع الناشئين صح. من اهم ما يمكن صح. القاعده تعالى. القاعدة أساس كل حاجة. تعالى نتكلم بسرعة عشان وقتنا جري على منتخب مصر الأول وعلامات استفهام كبيرة جدا. كابتن حسام طلع قال توقف الدوري ضر بيا، كنت أنا بتكلم مع ضيوف الكرام اللي قبل حضرتك بنتكلم إن هو أنا كمدرب ببقى محتاج وقت إن أنا أشتغل مع الفرقة، فليه ضر بيه؟ وهل هو ضر بيه فعلا ولا هل هو كان مبرر؟ بالتأكيد دي الحاجة الرابعة اللي أنا عايز أقولها لك. اتفضل. إن الاختيار الاختيار الوقت التوقيت او دي الحاجه الثالثه، وقوف الدوري، وقفنا الدوري بدري قوي طبعا. اللي بيصنع لعيب وانت طبعا حضرتك عارف تكرار المباريات بيديك لياقه المباراه وبتديك احساس المباراه، سنسيشن بتاع الاحساس بتاع المباريات تمام. ده من المباريات مش من التمرين. المباريات وقفت بدري والدوري وقف بدري برضه، انا ما اعرفش ليه، مصر كلها ما تعرفش ليه تمام. فده طبعا وده كمان هيعيد بالسلب على النادي الاهلي في الماتش في المرحله اللي جايه. النادي الاهلي لما يرجع الدوري هيلعب مباراه واحده بس مع الجونه قبل مباراه افريقيا بالظبط، ومباراه الافريقيا الاهم، وكمان التوقيت مش عايز اتكلم بصراحه فمباراه الاهم، مباراه افريقيا الاهم، انت هتلعب مباراه واحده بس رسمي قبل مباراه افريقيا، فكان الله في عون الراجل بالاضافه للاصابات. فانا عايز اقول ان دي من مساوئ الاتحاد برضو، الايقاف الدوري قبل مع قبل البطوله بفتره طويله. طب يا كابتن ليه ما يعني انا بصيت لها من ناحيه ثانيه، ان انا محتاج وقت اشتغل مع الفريق، انا لسه أكيد. مدرب جديد مع فريق المفروض ان هم لعيبه كبيره، لعيبه ماشي يعني ما وقفناش الدوري فتره كبيره قوي، فتره يتمناها اي مدرب ان هو يشتغل فيها. انا بصيت لها كده بصراحه. ايوه طبعا. ايه رايك؟ بص هو طبعا احنا مش عايزين نقول ان الاتحاد هو في كل حاجه، انا برضو عايز اقول لك ان المدرب برضو ما فيش حاجه، اختياراته برضو انا اعتقد ان كل اللعيبه اللي بتلعب في مصر دلوقتي، كل اللعيبه اللي بتلعب كوره في مصر لعبت منتخب، فدي برضو الاختيارات الكتيره واختيارات الغلط. يعني برضو من ضمن ميزات المدرب انه يجيب ميدو حتى لو 50% 50% وهشتغل عليه هيبقى 100%، ما عندوش الايس عين، مفيش لعيب لعب في الماتش ده، لعيب بيلعب في الدوري ومستواه ما كانش 50%، لكن انا لو جبت عنده وغيرت له مكانه ممكن يبقى يكسر الدنيا، ما عندوش لعيب ممكن لو اشتغلنا عليه لا هو جايب اللعيبه اللي جابت الاجوان واللعيبه مش عارف الايه، وكل حد لعب كوره جابه في المنتخب وده مش كويس، والتغيير برضه ما كانش كويس. لازم كان يظبط، كان لازم يشوف كويس عشان يجيب لعيبه كويسه اللي هم الخمسه اللي انا قلت لك عليهم، خمسه من عشره، لكن هو ما اختارهمش كويس. ايقاف لعيبه بيراميدز من الايجابيات ولا من السلبيات؟ والله انا انا شخصيا ما اعرفش هم توقفوا ليه. يعني انا عشان اعتذروا اعتقد عن اعتذروا يوم؟ عن حضور يوم ولا اتنين ولا يومين؟ يوم مش عارف بالظبط، يوم أمر. يعني اعتذروا عن حضور تمرينات او يوم او يومين، يعني هم الناس كانوا لاعبين في ماتش فكانوا عايزين ياخدوا راحه. انا شايف انت مثلا انت ممكن تعاقبهم في حاجه جامده جدا يعني، لكن انت بتعاقب مصر يعني مش كده؟ طبعا انت عاقبت مصر في طبعا خمس لعيبه من احسن خمس لعيبه في مصر. محمد صلاح فرق معانا؟ بص هو طبعا
انت كمدرب يعني احنا كنا بنقول قبل كده ان المنتخب ما بيلعبش غير محمد صلاح، دب 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 ومحمد صلاح، تك 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 ومحمد صلاح. طيب انت عندك فرصه عظيمه ان صلاح مش معاك، العب كوره، اعمل شكل، خلي الفرقه شكل، خلي حاجه مش صلاح بس، حاجه 2 3 وصلاح 4 تمام. وصلاح لعيب كويس ولعيب محترف، دماغه عاليه فهيدخل معاك، يعني سهل جدا صلاح يدخل معاك. جميل. لكن صعب جدا ان انت تدخل المجموعه مع صلاح. فاحنا كان حظه كان من الناس المحظوظه ان صلاح مش موجود علشان يورينا 1 2 3 4 وصلاح يجي يبقى 5، يبقى عندك 5 6 حلول، مش عندك حل واحد. لا هو مخطئ من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه. ايه متفائل بالمنتخب ولا مش متفائل؟ الكبير ولا الصغير؟ الكبير. لا بص، المنتخب الكبير المجموعه اللي معانا تعبانه يعني، فان شاء الله انا متفائل على اللونج تايم. على اللونج تايم ان شاء الله متفائل. طبعا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك كابتن ميدو، ونورت وشرفت بيك. انا سعيد جدا ان انا شفتك وقعدت معاك. ربنا يخليك. الله يخليك. تواصل الاجيال يعني. ربنا يخليك. الله يخليك. وانا بعتذر لك على الموقف اللي حصل فيك. لا لا يعني. الحمد لله الحمد لله. مش عارف اقول لك ايه عشان خاطر مصر اي حاجه. مش عارف اقول لك ايه عشان خاطر مصر اي حاجه. ربنا يديك الخير يا كابتن. الله يخليك كابتن ميدو، متشكر جدا حبيبي. الله يخليك كابتن شمس حامد نجم الاهلي السابق، كان ضيف الاهلي الليله. يعني انا اتشرفت بلقائه وكان لقاء ممتع جدا. اسيبكم بقى مع الزميل محمد سعيد والاستاذ محمد صادق، تشوفوهم بعد الفاصل.